السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم تحلية او لدى عسير كيجي رائع بزاف بالمذاق ديال الفاني وديال الفخيس. بقاو معي باش تشوفوا المقادير والطريقة اللي غادي نستعمله باش غادي نوجدوا هاد الديسير ديالنا. عندنا هنايا في المكونات غادي نقسمهم جوج ديال المراحل. المرحله الاولى غادي نوجدوا الكولي ديال الفخيز او الطبقه ديال الفخيز. عندي هنا ربعه ديال الفخيز مقطع، وعندي فلون ديال الفخيز، وعندي ثلاثه المعالق كبارين ديال السكر، ومعلقه كبيره ديال الجيلاتين، وعندي شويه ديال الفاني. صافي، هادو المكونات اللي غادي نحتاجو في الطبقه ديال الفخيز. عندي هنايا الطبقه الثانيه ديال الفاني، السيترون ديال الحليب، فلون ديال الفاني، وجوج معالق كبارين ديال كريم باتيسير اولا نشا، مع ثلاثه المعالق كبارين ديال السكر. غنبدا اول حاجه غادي نبدا نصوب الطبقه اللي غتكون ديال الفاني. غادي ندير الحليب يكون بارد بطبيعه الحال باش ما كتكركب ليناش الكريم باتيسير والمكونات كاملين. غنضيف عليه ثلاثه المعالق كبار ديال السكر، تيبقى السكر على حسب الذوق ديال كل واحد. عندي هنايا فلون ديال الفاني اللي غادي يسولني على الجيلاتين. الجيلاتين راه كيتباع عند مالي الحلويات، غتاخذوا العبار اللي بغيتو بخمسة دراهم. يعني كلشي ولا متوفر دابا، ما بقاش فيه مشكل الجيلاتين. عندي هنا جوج معالق كبارين ديال النشا اولا كريم باتيسير هي المستعمله انايا. صافي، غادي نحركو مزيان وغادي نخليهم فوق من البوطه. غنضيف عليهم شويه ديال الفاني، نحركو مزيان حتى يتجانسو ما يبقاوش كريكيبات ديال الكريم باتيسير. وغادي نخليهم فوق من البوطه على نار متوسطه مع التحرك من طبيعه الحال باش ما نغفلوش عليهم وما يلصقش لينا. صافي، من بعد عاد غادي نتلاقاو باش نكملو الطريقه ديال التحضير ديال الديسير ديالنا. هنايا من بعد ما طاب لينا الطبقه الاولى ديال الفاني، غادي نجيب الكويسات بحال هكا. غادي تجيبوا شي حاجه باش كتجيكم مايلين وما يطيحوش في نفس الوقت، ممكن ليكم تدخلوا بها الثلاجه على هذا الشكل هذا. صافي، كيف كتشوفوا درت انايا هنايا الخليط ديالي في واحد الاناء اللي غادي يسهل عليا كيفاش نخويه وما يخسرش ليا الديكور ديال الكيسان. غنبقى كنخوي هكا بشويه بشويه. ممكن ليكم ديروا الكرتونه ديال البيض حتى هي غتجيكم ساهله بزاف. يعني اي حاجه ممكن ليكم تكاليو بها هاد الكيسان. حنا كنخويو وكنقادو بطبيعه الحال في نفس الوقت باش كيجينا الشكل زوين، ونحاولوا ما نوسخوش الجناب ديال الكيسان ديالنا. صافي، انا غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي، وغادي نخليهم غير شويه يدفاو. ما غاديش ندخلهم هكا سخانين للثلاجه، غير يدفاو غير شويه. من بعد غادي ندخلوهم الثلاجة حتى كيبردوا تماما، عاد كنضيفوا عليهم الطبقة الثانية. هنا غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه. عندي هنايا الفخيز اللي قطعته، ممكن لكم تطحنوه عاد تخدموا به. ضيفوا لي تقريبا نص كاس ديال الماء
حتى انا هو اللي غادي نضيف ليه مع هذا الخليط هذا. كتضيفوه كطحنوه عاد كتضيفوا عليه السكر وكتخليوه كيطيب فوق من الكاسرونه. ضفت عليه هنا 3 معالق كبارين ديال السكر سنيده. من بعد هنايا الفلون او جيلاتي ما غاديش نضيفهم دابا. درت ليه معلقه كبيره ديال الحامض باش كيعزز لينا الذوق. من بعد غادي نضيف عليه كاس نص كاس صغير ديال الماء. غادي نحركهم مزيان مزيان. كيف قلت لكم الا طحنتو غتضيفوا معاه هاد نص كاس اللي غنضيف انا ديال الماء غتضيفوه في الاول. صافي ما غاديش تعاودوا تضيفوه. صافي غادي نحركوه مزيان مزيان بحال هكا. غادي نضيف ليه هاد نص كاس صغير ديال الماء وغادي نخليه فوق من البوطه حتى كيطيب مزيان مع التحراك من طبيعه الحال. ما كنغفلوش عليه. صافي من بعد ما كيطيب كنضيف عليه الجيلاتين والفلون. كندير نخلطهم شويه ديال الماء كندوبهم وكنضيفهم عليه كنخليهم يطبخوا غير شويه. صافي وكنطفي عليه. هنايا غنبدا كنضيفوا الخليط ديالي ديال الفاني من بعد ما برد مزيان. كنبداو كنضيفوا غير بشويه بشويه. هنا راه كيكون سخون ممكن لكم تخليوه غير يدفى شويه وبداو كديروا. انا ما كانش عندي هنايا الوقت. صافي غادي نستمر بحال هكا. غادي نعمر الكويسات ديالي كاملين وانا كنقاد وغادي ندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا لنا مزيان ونقدموهم بالصحه والراحه. هاد الديسير هذا كيجي رائع في المذاق خصوصا الناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الفخيز وديال الفاني. كيجي بني بزاف وكيجي منعش. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. من بعد ما عمرتهم كاملين غنخليوه غير يدفى شويه. من بعد غندخلوه الثلاجه كيف ما درنا في المرحله الاولى. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي رائع بزاف. كنزينوه هكا بنص فريزه وكنقدموه بالصحه والراحه من بعد ما كيبرد مزيان مزيان. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وجربوه. نتلاقاو في فيديو اخر جديد. بسلامه.